الجندي المجهول السيلينيوم. أول مرة سمعت عن السيلينيوم ده كان من دكتورنا، يعني الأب الروحي للطب الوظيفي حول العالم، دكتور جي ولك. سمعته في محاضرة بيقول، هو يعني بيتكلم على السيلينيوم كتير، بيقول ليه الرياضيين بيموتوا أكتر من الناس اللي قاعدة يعني تاكل ليل نهار وعلى الكنبة، لأن بيحصل لهم جلطة وبيحصل لهم القلب بتاعهم بيتوقف لنقص السيلينيوم. عمل يعني حوالي بحث على 25,000 رياضي، لقى السبب الرئيسي نقص السيلينيوم. أول حاجة هو عراب الغدة الدرقية، غدتك الدرقية بتطلع تي فور، الجسم مش عايزه، مش محتاجه، مش قوي، في حاجة أقوى منه 20 مرة اسمه تي 3. التحويلة دي من تي فور لتي 3، السيلينيوم قاعد هو الملك. ما عندكش سيلينيوم، مشاكل الغدة الدرقية للسماء. واحد اتنين، مش هجيب سيره السيلينيوم من اهدى يا دكتور، الناس بتقول لي انت عصبي ليه؟ طب انا هادي اهو، اهدوا يا اولاد. السيلينيوم ده عباره عن ايه؟ ده اللي بيعمل الجلوتاثيون، اللي هو اعظم مضاد اكسده في الجسم. مضاد اكسده يعني ايه؟ فكر تاني، اول ما يجي مضاد اكسده في الجسم تعرف يعني الالتهابات تروح، السرطانات تقل، البشرة تتحسن، الحيوانات المنوية تبقى أفضل، وما يجيلكش سكر نوع تاني، والخلايا البنكرياس تتحسن. كل ده من كلمة مضاد أكسدة. فده اللي بيعمل الجلوتاثيون. واحد بيساعد الجلوتاثيون في، يعني هو كو فاكتور، الجلوتاثيون ما يتكونش اللي موجود في الجسم سيلينيوم، وهو بنفسه بعد الظهر بعد ما يساعد الأخ الكبير الجلوتاثيون، هو نفسه من أعظم مضادات الأكسدة على وجه هذا الكوكب. لدرجة إيه؟ مضاد اكسده لدرجه انه ليه خصائص انتي كانسر، انتي تيومر. فانتوا متخيلين احنا بنتكلم عن ايه؟ بيعمل شغل حلو قوي في سرطان القولون، مضاد سرطاني رائع. اي واحده خايفه من سرطان الثدي لازم السيلينيوم يبقى في حياتها. السيلينيوم الخلاصه يعني مضادات اكسده ومضاد سرطان، ويقلل السكر ويقلل الضغط. روحوا يا اولاد، الحلقه خلصت. وصلت الحاجة اللي بعد كده ايه؟ يبقى احنا كده كمان اتكلمنا عن مضادات السرطانات، مضاد التهاب رائع لانه بيقلل التهابات لانه مضاد اكسدة. الحاجة اللي بعد كده لقوا ان هو بيقلل علو السكر في الجسم. ليه؟ لانه بيحسن وظائف البنكرياس. مادام هو مضاد اكسدة، فالاكسدة الشوارد الحرة هتقل، فالبنكرياس والحيوانات المنوية في نفس اللحظة يبتدوا يصحصحوا كده ويشموا نفسهم. وصلت؟ حاجتين اخرين هتكلم على الوظائف المهمه قوي. اول حاجه منهم البهاء. البهاء ده راجع لحلقه الغده الدرقيه، ده هيدروجين بيروكسيد كتير في الجسم، اللي هي ميه النار اللي الجسم بيطلعها في بعض التفاعلات فتترمي في الجلد تعمل بهاء. مضاد الاكثر قوه للهيدروجين بيروكسيد في جسمك ميه النار دي هو حبيب قلبنا السيلينيوم، مهم جدا في بدايات البهاء ان هو يوقف الهيدروجين بيروكسيد. بالمره كده بدل ما اتكلمت عن مرض مناعي الهاشيموتو، اللي هو خلايا الجسم تهاجم الغده الدرقيه وتكسرها. الابحاث اللي اتعملت على السيلينيوم قالت انه بيقلل نسبه الاجسام المضاده اللي بتكسر الغده الدرقيه في مريض الهاشيموتو باكثر من 50%. انتوا مدركين يعني يخف ب 50% بس بتناول السيلينيوم؟ دي يعني حاجه خطيره قوي في السيلينيوم. الحاجه الاخيره بقى اللي هتكلم عليها، عدو الميركوري في جسمك الاول السيلينيوم. العدو هو عدو كل الناس الاشرار، غالبا هو ده السوبر مان بتاعنا. انت خايف من الميركوري اللي في التطعيمات، خايف من اللي هو الزئبق، خايف من حشوه الامالجم، خايف من السمك اللي بتاكله كتير معلبات، خلي السيلينيوم في حياتك هيخلصك من الزئبق. لان الزئبق بيخلص منين؟ عايز ديتوكس، ديتوكس الزئبق لازمه جندي المجهول السيلينيوم. جو ولك الله يعمر بيته قال الرياضيين بيموتوا بالسكتة القلبية، مضاد جلطات رهيب. طول ما السيلينيوم في حياتك قلبك سليم، طاقتك سليمة، يمنع تكوين الجلطات. السيلينيوم موجود في ايه؟ اكتر حاجة البرازيليا، نص المكسرات البرازيلي، 3 أو 4 كل يوم يديك اللي انت عايزه. ولكن مشكلة المكسرات البرازيلي فيها فايتك اسيد، فانا كل يوم احطها في مية قبل النوم، واخد دي المكسرات البرازيلي، واخد منها 3 أو 4 الصبح بعد 12 ساعة في المية عشان الفايتك اسيد يروح، فما يمسكليش الزنك والحديد ويمسك لي السيلينيوم والمغنيسيوم. فانقعوها في مية وتاخده 2-3 كل يوم الصبح، اداك الايه؟ السيلينيوم اللي انت عايزه. تاني حاجة الاسماك، كل الاسماك فيها سيلينيوم، الكبدة البقري فيها سيلينيوم، فمعظم منتجات حيوانية. فالناس النباتية بليز
كتروا من المكسرات دي كموانع سرطان، وعشان السيلينيوم يدخل في جسمكم كمان الخميرة الغذائية فيها سيلينيوم. نقطة مهمة قوي برضو، مين الناس اللي عرضة لفقد السيلينيوم من جسمهم؟ أي حد بيشرب كحول السيلينيوم بيطير من جسمه، أي واحدة بتاخد حبوب منع الحمل السيلينيوم بيطير من جسمها، أي واحد عنده مشاكل جهاز هضمي زي كرونز زي سيلياك زي قولون تقرحي السيلينيوم لا يمتص، اي حد ما عندوش حمض معده جيد السيلينيوم ما بيمتصش، اي حد بياخد حبوب كامله كتير حاجات فيها فايتك اسيد كتير السيلينيوم ما بيمتصش. الناس دي تاخد بالها جدا من السيلينيوم، يا ريت ياخدوه مكمل. افضل مركبات السيلينيوم سيلينيو ميثايونين، ده اكتر حاجه يعني الجسم بيتقبلها، زي دي احسن حاجه الدي 3 سي فيتامين سي كومبلكس بي 12 ميثايل بي 12، ده بقى هنا اسمه السيلانو ميثايونين، حاولوا ده اللي يكون المركب اللي بيمتص كله عن طريق الامعاء. بس ده موضوع السيلينيوم مهم قوي، جندي مجهول كتره من البرازيليان ناتس او كتره من الاسماك وكبده البقر، مهم قوي، هيحمي قلبك ويحميك من السرطانات ويزود مضادات الاكسده في جسمك ويقلل التهابات ويحسن السكر، يعني حاجات كتير.